كما أن هذا الامتحان في سياق هذه المقاربة الجديدة لن يدخل في حساب معدل الانتقال إلى السنة الأولى من تعليم المتوسط، فالهدف منه هو تشخيص نقاط القوة والضعف والمكتسبات وغير المكتسبات لدى التلميذ. سيدخل هذا الامتحان حيز التطبيق والتنفيذ، وتعلمون أنه تم التخلي على الامتحان في شكله السابق للأسباب التي تعرفونها ولا داعي لإعادة ذكرها، والآن سنمر إلى امتحان من شكل آخر، امتحان سيفيد التلميذ أكثر من غيره وسيعطي صورة حقيقية وصادقة على مستوى التلميذ.